السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا قبل كده السبيس ميكر ازاي بنوزع حتة أرض بالشكل دوت، هو بيديك أكتر من توزيع حسب القواعد اللي انت مديها له. طيب في برضو اختيار موجود حلو، وممكن نعمل مقارنة بين أكتر من حل. هقول له كومبير، هبدأ أشوف ايه الحاجات اللي أنا عايز أقارن بينها. فيبدأ يجيبهم لي ويبدأ يجيب لي المساحات اللي هتبقى موجودة، يجيب لي تحليل لكل حاجة بالشكل دوت، استغلال الأرض قد إيه والصانع هتبقى قد إيه والدي لايت والنويز والفيو ديستانس، كل المقارنات بين الأربع حلول اللي إحنا اخترناها، فيو تو أريا وهكذا. فانت تبدأ تشوف انهي واحدة فيهم المهمة بالنسبة لك، وهي دي اللي انت هتختارها. طبعا ده في 3D، ممكن تشوف المبنى في ال 2D او 3D زي ما انت عايز.